وطبعا معالي النقيب شرفنا النهارده بالحضور في بيته يعني ونقابته ودمنهور، وطبعا كل الاساتذه والدكاتره اللي حضروا في المعهد استفاد منهم كامل الاستفاده، وانا كنت بكتب وراهم كل الملاحظات وكل اللي قالوه في هم على المنصه يعني، وكتير خالص الاجراءات الجنائيه استفدت بيها وشرعي ومدني والدعاوي العينيه انا ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، الدعاوي بتاعت المختصه بالعقار ما كنتش اعرف عنها حاجه خالص، ولما حضرت استفدت حاجات كتير. طبعا استفدت من المعهد حاجات كتير جدا، محاضرين كانوا كويسين خاصه في القانون العقاري، كان فيه محاضرين كويسين والقانون الجنائي، فربنا يوفق الحال يعني. ربنا اختبار الدوره الثانيه النهارده، السيد النقيب العام كان مشرفنا النهارده ودي حاجه كويسه لينا ودافعه للكل. طبعا المعهد كان على خلال 6 شهور، احنا نفسنا ان هو يبقى اكتر من كده، احنا شفنا وسمعنا عن اللي احنا ما شفناهوش في الكليات. والله هو الاستفاده من المعهد هي بتحقق الدراسه العمليه غير الدراسه في الكليه، الدراسه الكليه مختصره على الدراسه الاكاديميه فقط، الدراسه في المعهد تابع لنقابه المحامين، بيكون في دراسه عمليه بتتعرف على الاجراءات العمليه اكتر من اعلام في المحاماه محتكين بالمحاماه، خبراتهم بينقلوا لك الخبرات بتاعتهم في مجال الممارسه على 30 و40 سنه، بتكون بعيد انت بعيد في طول مرحله الكليه عن الدراسه العمليه. المعهد ده استفدنا منه بحاجات كتير جدا، اولا استفدنا ازاي تمارس عملك المهني كمحامي بعد ما تتخرج من هذا المعهد، وازاي ان انت بعد كده بتعرف تتعامل مع السيد وكيل النائب العام، السيد المستشار رئيس المحكمه او المحكمه التابع لها. طبعا حضرتك استفدنا كتير جدا. اولا انا بشكر كل القائمين على اتمام معهد المحاماه بشكل ناجح بشكل جميل، كان في تنسيق محترم جدا، كان في نظام، اتعلمنا يعني ايه انضباط، اتعلمنا يعني ايه كلمه محامي اللي احنا دايما لازم نعرفها. النهارده احنا اتممنا اجراءات المعهد، اتممنا الدوره الثانيه بنجاح الحمد لله. النهارده احنا بنشكر للمره الثانيه لكل القائمين، كل واحد النهارده يعني قام حتى لو بدور بسيط في نجاح الدوره التدريبيه احنا بنشكره من قلبنا. الحمد لله احنا استفدنا استفاده كبيره جدا جدا، استفدنا بجانب عملي على احدث مستوى، استفدنا جانب نظري كنا احنا يعني واقعين فيه شويه في بعض الاجزاء منه، تم تصحيحها تم معرفتها من قبل الساده المشرفين على المعهد.